السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناه مكتب خضاري. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك بارد او تحليه بارده سهله جدا في التحضير، اقتصاديه بمكونات جد بسيطه، والاهم انها بدون فرن بدون بيض وبدون كريمه. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش تصل بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فعلى بركة الله عندي هنايا 200 غرام من البسكوي، اما طحنوه ولا هرسوه هكا، ديروه في وسط واحد البلاستيكه وهرسوه بالمدلك. غادي نحتاج معاه ديسير شوكولا ومعلقه ديال الكاكاو ولا جوج معالق ديال الكاكاو المر. غادي نبدا نخلطو حتى ترجع لنا الطبقه هكا كتصوبها بيديكم كتجمع، ما تكون يعني ما تخففوهاش بزاف، وفي نفس الوقت ما يبقاش يعني عاود البسكوي ديالكم هكا مفرش. ومن الافضل انكم تخلطوا بيديكم باش يعني تحكموا في الياغورت مزيان. هنا غادي نزيد دانيت الثاني، حيت دانيت الاول كاع ما جمعليش الخليط كامل. صافي هنا خويته في المول، بالنسبه للمول القطر ديالو 24 سنتيمتر. صافي غادي نبدا نزوه، كما لاحظتي كيبقى مفرفش، الاهم انكم هكا تشدوه بيديكم ويكون كيتجمع. صافي غادي نحاول انني نوزعو هكا بالمعلقه، غادي نضغط عليه مزيان تكون الطبقه يعني في نفس يعني تكون متساويه. هنا من بعد ما وزعت الخليط مزيان كما كتلاحظوا معايا، غادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الثانيه. عندي 500 مللتر ديال الحليب، اي نص لتر ديال الحليب. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال مايزينا، جوج معالق كبارين ديال السكر سنيده، وفلون بنكهه الفانيلا اللي كيتخلط مع نصف لتر من الحليب. بالنسبه للناس اللي غادي يديروا الفلون الكبير هذا كيكون فيه السكر فيستغناو على السكر سنيده، يعني الفرق ما بين الصغير والكبير هو السكر، هذا ما فيهش السكر والاخر فيه السكر. غادي نزيد مايزينا او النشا، والسكر كتضيفوه على حسب الذوق ديالكم. انا غادي ندير جوج ديال المعالق كبارين ديال السكر، غادي نخلطو مزيان وغادي نردو فوق نار هادئه مع التحريك المستمر باش ما يلصقلكمش، وفي نفس الوقت باش مايزينا ما تكتل يعني ما ترجع لكمش مجموعه. غادي نردو فوق نار هادئه حتى يبدا يعقد ونعاودو نتلاقاو.
هنا من بعد ما الخليط ديالي عقاد على هذا الشكل هذا ما كتخليهوش حتى كيرجع قاصح غير كيشد راسو يعني كما يعني كما موضح في الفيديو راكم شايفين الكثافه ما تخليوهش خفيف باش ما يتشربوش البسكوي وفي نفس الوقت ما يكونش قاصح باش ما تجيكمش طبقه يعني قاصحه بزاف وما تبغيش تهز عليكم على المول كامل. صافي كنخويه فوق داك الطبقه ديال الكيك وكنخليه فوق سطح العمل كيبرد وكيشد راسو وندوزو باش نحضرو الطبقه الثانيه. بالنسبه اللي مزروب يدير داك يعني يدخل المول للفريغو او المجمد باش دغيا يعني باش دغيا تجمد لكم داك الطبقه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاج مسترو ديال الحليب فلومبينكات الشوكولا او جوج معالق ديال المايزينا او ثلاثة المعالق ديال السكر سنيده. غادي ندير السكر مايزينا. بالنسبه اللي ما عندوش مايزينا يعوضها بالكاسترد او لاكريم باتيسير. غادي نخلطو مزيان وبطبيعه الحال نتوما وضعينهم فوق البوطه نتوما كتخلطو باش ما تلصق لكمش وفي نفس الوقت ما يتكتل لكمش الخليط. هنا بعد ما الطبقه شدات راسها كما كتلاحظوا معايا كتضغطوا عليها كتلقاوها قاصحه غادي ندير فوق منها طبقه ديال الشكلاط وكتكون على هذا القوام هذا يعني كتكون عقده وفي نفس الوقت ما كتكونش قاصحه بزاف وما خفيفاش بزاف يعني الخليط ديالكم كيكون بدا كيعقد. صافي كنخويها وكنخلي وكنديرها يعني في الثلاجه مده تقريبا ديال نص ساعه ونعاودو نتلاقاو. فخواتي من بعد ما بردات لي الكيكه خليتها مده ديال نص ساعه او 30 دقيقه كتجينا على هذا الشكل هذا الطبقات كيكونوا تماسكو. نجيب السكين وغادي نقطعها قطعوها على حسب اما مربعات اما مستطيلات نتوما والرغبه ديالكم وانتوما كتقطعوا نتوما كتمسحوا السكين باش يعني باش ما تشخطنش الكيكه ديالكم. انا هنايا غادي نقطعها مربعات وحاولوا انكم تقطعوا شويه باش ما يضيع لكمش المنظر ديال الكيك ديالكم يعني كما كتعرفوا الفلون كيكون رطب فقطعوا بشويه. ممكن في هذه الاثناء هذه بعد ما تقطعوها ترشوا فوق منها اللوز كونكاستي او اللوز ايفيلي او تخليوها هكاك او ديروا حبيبات ديال الشكلاط يعني الاختيار كيبقى ليكم في التزيين رغم انها زعما راه ما كتحتاجش انكم تزينوها هكا المنظر ديالها جا جد راقي. شوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل. انا هنايا غادي نجيب واحد هكا قطع ديال الشكلاط وغادي نديرهم فوق منهم وكيبقاو اختياريين كما قلت لكم ممكن انكم تستغناو على التزيين في مره. كما كتلاحظوا كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه. شوفوا الطبقه التحتيه كتجي المذاق ديالها كيجي رائع الطبقات كيجيو هكا يعني معزولين على بعضياتهم جات فعلا لذيذه لذيذه بلا قياس. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش انكم تابوناو فلاشين باش تصلوا بجديد الوصفات كذلك ما تنساوش انكم دعموني بلايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم واللي عجبته الوصفه يخلي لي تعليق ويقول لي كيفاش جاتو نهايه الوصفه. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.